سنتعرف وإياكم ومن جديد على التشكيلة بعدما كانت مرسومة على الشاشة. تنفيذ المخالفة وهدف أول. نعم مفاجئ حقيقة، لقطة جميلة وأول هدف في كأس العالم 98 بالنسبة للباراغواي. كرة في العمق ذكية جدا وهدف. نعم حقيقة الحكم كذلك ترك الأمر لأوروما ورفقائه. حقيقة باريداس وجميلة اللقطة حقيقة، روعة روعة من الروعة بمكان. هذه اللقطة من الروعة بمكان وتمريرة باريداس وجدت بينيتيس ليضيف الهدف الثاني لصالح الباراغواي. فرحة طبعا فرحة كبيرة. وترجع الكرة للاعب الباراغواي الذي لا يوجد في وضعية تسلل ويسجل الهدف الثالث. نعم يسجل الهدف الثالث كاردوسو والهدف